فقرتنا الفنية، ونبدأ بأول خبر معنا النهاردة وهو عن التنظيم الرائع. ده كان أهم سمات حفل مريم فارس في الساحل الشمالي وسيدي عبد الرحمن، وكانت في تاني أيام العيد. مريم الحقيقة قدمت للمصريين أجمل عيدية ليهم في العيد، على الرغم من كل المحاولات اللي كانت بتحاول تمنع الحفلة دي، خصوصا بعد ما يعني مريم تلقت تهديدات كتيرة جدا بعدم أو إن هي ما تعملش الحفلة دي. التهديدات دي خلت مريم تبعت فريق تابع ليها عشان يتأكدوا من ان المكان خالي من اي اثار تخريب، وبعد ما اطمنت اتمسكت اكتر باقامة الحفل في الميعاد، خصوصا بعد ما عرفت ان تذاكر الحفلة اتباعت كلها بالكامل، وقالت مدام انا في وسط اهلي انا في امان، وكمان غنت مجموعة من اجمل اغانيها مع النجمة اللبنانية السوبر ستار ذا كوين اوف ستيج مريم فارس. كل شخص كل نفر اجى من بيته وقرر انه هو يجي على تجمع ويجي على هذا الكونسرت، بعرف انه قديش عم بيكون في امن مشدد جدا 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 على حفلاتي، واليوم شفنا قديه كان الامن مطوق الاماكن كلها والمكان كله اللي كنت عم بيصير فيه الحفل. انا عن جد بدي اشكر كل قوى الامن، كل الجهات يلي عم بتساعد لهذا الموضوع، واكبر شكر برجع بقول للناس اللي عم بتجي، انا بسميهم فدائيين، لانه عم بيصير في كتير خوف بين الناس انه تجي وتكون بالتجمعات بمهرجانات، انا بفهمهم، بس مع هذا وكله عم يجوا وعم بيحضروا حفلاتي. حوالي 10 سنين بيزنوا علي على السينما، بس أنا لغاية دلوقتي ما شفت الحبكة اللي هي بدها تخليني أمثل بالسينما. بالنسبة للألبوم رح صور منه أكتر من أغنية خليجية ومصرية ولبنانية مع الوقت، لأنه معروف عني الألبوم بضل وقت بالسوق وبعطيه حقه. بالنسبة لحفلاتي أكيد رح تشوفوا بعد الحفلات بالصيف، ورح قد ما فيه استغني من الفرصة انه انا اخذ فيكيشن طويلة. انا بعدني جاي من سانتوريني لاحتفل معكم، ورجع رايحة على اليونان على سانتوريني لاكمل الفيكيشن تبعيتي. انا ليك روحي في كل شوي، يجري علي خدني ليك والعين يكسبني، احلام ودوم الحياة كلها غامة تحلاش الا بيكسبني عايشة في هوا. انا ليك روحي في كل شوي، يجري علي خدني ليك والعين يكسبني، احلام ودوم الحياة كلها غامة تحلاش الا بيكسبني عايشة في هوا. انا ليك الفنان محمود العسيلي والفنانة كارمن سليمان.